نعم نعم صدقني أغلب المرجعية الدينية في النجف أو خارج النجف كلها تأيد سماحة السيد مقتدى، لأن يعني السيد المقتدى هو ابن عائلة وطنية عربية مرجعية، مرجعية الصدر. نعم. الآن يا سيدي الكريم، أنت لو ذهبت أمس لمدينة الصدر لرأيت آلاف ملايين ملايين. إذن السيد الصدر لا يحتاج إلى دعم، من الممكن يحتاج إلى يعني كلمات دعم، كلمات دعم، لكن بأي شيء. السيد الصدر يعتمد على قاعدة شعبية مضاحية تؤمن بأن السيد الصدر على حق، وتؤمن بأن السيد الصدر يحاول للإصلاح، وتستعد أن تضحي من أجل السيد الصدر، ليس من أجل السيد الصدر مقتدى شخصيا، وإنما على التيار الصدري، لأن هذا التيار تيار ثوري أسسه الشهيد محمد الصدر رحمه الله قدس الله سره. وهنا العالم متمسكة وملتزمة بهذه الأمور حبا بالتيار الصدري وحبا بالعقيدة، فلهذا نقول نحن الإصلاح بالعقيدة.